البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قلنا: حسن بشواهد، أخرجه الترمذي وفي سنده كثير بن فائد مجهول الحال، وقد خالفه سلم بن قتيبة وثقة فرواه بإسناده موقوفا كما في جامع العلوم والحكم، وهذا الموقوف لا بأس بالاستشهاد به لأن له حكم الرفع. وله شاهد عن أبي ذر رضي الله عنه في سنده شهر بن حوشب وهو عند أحمد، شهر ضعيف واضطرب في شيخه، فتارة يجعله عن عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة، وتارة يجعله معد كرب وهو مجهول. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني متروك، وفيه قيس بن الربيع ضعيف، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلح في الشواهد، ولكن عندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه يصلح للتقوية. وكذلك الفقرة الأخيرة ثابتة في مسلم، لأن حديث أنس فيه ثلاث جمل منها هذه الفقرة المذكورة. وكذلك الفقرة الأخيرة ثابتة في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهي قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، إلى قوله مغفرة، فلو ذكرها من صحيح مسلم لاستغنى عن الحديث من أصله. ومن الشواهد لهذا الحديث ما جاء عند مسلم عن أبي ذر مرفوعا: يا عبادي، إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الحديث فهو حديث حسن. قال المؤلف رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباري. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الترمذي: اسمه محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة، ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان غرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. انظر في ترجمته: هو ضرير البصر من أول أمره أو أنه عمي في آخره. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قلنا: صحيح دون قوله وأدخله الجنة، أخرج عبد بن حميد ومن طريقه ابن عساكر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس به، وهذا إسناد ظاهر الحسن، لأن جعفرا قد خالفه سليمان بن المغيرة وهو من أثبت الناس في ثابت، فرواه عن ثابت كما في صحيح مسلم، ولم يذكر قوله وأدخله الجنة. وقد رواه عن أنس قتادة وحميد وهشام بن زيد بدون هذه الزيادة،
ورواية هؤلاء عند البخاري ومسلم، فالحديث صحيح بدون زيادة والله أعلم، ولكنها لازمة من الدعاء له بالمغفرة، فقد جاء في بعض الرواية واغفر له، هي متلازمة. قال: متى مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100؟ قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بشيء جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم، وأخرجه الطبراني ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم تخريج حديث ابن عباس في سير عالم النبلاء في ترجمة الترمذي اختلف فيه، فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، رجح الذهبي أنه أضر في كبره ولم يولد أعمى. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بقراب بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ما يقارب ملؤها، الهمزة على ألف لأنها مفتوحة، ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك به شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، والسلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، إن وفقه الله يعلم أنه شرط كبير، كثير من الناس يظن أنه شرط خفيف، وكأنه يقصر الشرك على أنه يذهب ويسجد للصنم مسكين في غفلة عن مداخل الشيطان في الشرك، ما أكثرها، وما يسلم من ذلك إلا من وفقه الله وسلمه. فالشرك الأصغر مداخله كثيرة، يجب على المسلم أن يحذر منه، مثل الرياء والتصنع للخلق لأجل المدح، هو بمعنى الرياء، وفساد النيات عند أن تفسد نيته ويريد شيئا في نيته داخله الشرك، الخوف من غير الله، رجاء غير الله، الاعتماد على غير الله، قد يصل به الحد إلى أن يوقعه في الشرك. هذه الأمور، المحبة لغير الله قد يصل به الحد إلى أن يوقعه في الشرك، ولو كان سالما من الأكبر فقد يوقعه في الأصغر، فهي أمور دقيقة. قال: شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيها الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا،
أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الخوارج المعتزلة اجتمعوا على الحكم عليه بأنه مخلد في النهر صاحب الكبيرة، وأما واختلفوا في الدنيا، فقال الخوارج كافر، وقال المعتزلة ليس بكافر ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين. والصواب أنه عنده إيمان ولو لم يطلق عليه الإيمان الكامل، وأنه يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى إليه إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. ما معنى المقحمات؟ أي الكبائر الموبقات، الكبائر إشارة إلى الكبائر، يكفر الله الكبائر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. إسناده ضعيف، في إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي وهو ضعيف. قال أحمد: روى أحاديث مناكير. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. ولو طريق أخرى عن أنس عند الخطيب في إسناده أحمد بن محمد التمار وكان غير ثقة. قال المصنف رحمه الله تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، سيأتي في المسائل، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء، يعني معنى ذلك أن حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، من أخلص فلا بد أن يحقق بقية الواجبات، الإخلاص واليقين التام يستلزم منه الإتيان بفرائض الدين، وإلا تنتقد كلمة لا إله إلا الله إذا وقع في المكثرات الأخرى. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، إشارة إلى تنبيه موسى عليه السلام
جاء في الحديث المتقدم، وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. أبتغي بذلك وجه الله، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى سعة فضل الله جل وعلا. من أين أخذ ذلك؟ أتيتك بقرابها مغفرة، وأيضا فضل كلمة التوحيد، يقول كلمة التوحيد فيجبر الله أو يغفر الله له ذنوبا. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله كذلك، الحديث كلها تدل على ذلك، حديث عتبان وحديث أنس وحديث أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الثالث تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير التي في سورة الآية التي في سورة الأنعام. أي آية عندكم الصمعاني؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ونعم أوقفنا أحد إخواننا على تنبيه في مكانه، وهي عند قول ابن القيم المطلق للمطلق والحصة للحصة. قبلها حصل كلمة يحتاج إلى تنبيه عليها في صفحة 79. قول: ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم الذي هو أصل الظلم، الذي عند هذه النسخة صفحة 79. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم الذي هو أصل الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، هذه الذي يحتاج تنبيه، مانعا من الأمن المطلق والهدى المطلق. أصل الظلم يمنع الأمن المطلق والهدى المطلق، ولا يمنع أصل الأمن وأصل الهدى. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. يقال صواب العبارة مانعا من الأمن المطلق والهدى المطلق، من الأمن المطلق والهدى المطلق. قال السادس: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعد تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين الذي يظن أن كل من قالها فقد أنجته، وكلمة التوحيد ما تنفع قائلها إلا بشروطها. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط الذي في حديث عتبان؟ الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يا موسى لو أن السماوات السبع إلى آخره. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقول لا يخف ميزانه، حديث أيضا موسى وحديث أيضا نوح عليه السلام الذي ذكر في الشرح، كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه بسبب أنه لم يقولها بالإخلاص التام والصدق التام واليقين التام، بل خالط توحيده من الشرك الأصغر ما أضعف توحيده. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأيضا من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الحادية عشرة أن لهن عمارة،
أن يعمرونهن بطاعة الله الملائكة يذكرون الله. المقصود بالعمار هنا ذكر، يعمرونهن بالذكر. الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله السادس عشر معرفة كونه روحا منه. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامن عشر معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان، قد جاءت أدلة على ذلك أخرى. العشرون معرفة ذكر الوجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.